نحن ما خلقنا إلا لنحقق العبودية لله. العبودية مش أنك تيجي جامعة تصلي بس أو تعمل أركان الإسلام الخمسة، لا، النفس اللي أنت بتاخده ده ده مختلط بمعنى العبودية. أصل في ناس فاكرين يعني أن قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أن يقعد في الجامع ليل نهار، لا، العبودية معناها أشمل من هذا بكثير. العبودية معناها ألا ترفع قدمك فتخطو خطوة إلا إذا أذن لك سيدك بها. سيدك هو الله عز وجل. أنت لما رفعت رجلك أنت الأول عندك إذن ترفع رجلك الأول يعني؟ أيوة عندي إذن. إذنك فين؟ أهو. طيب هتحط رجلك فين؟ هحطها هنا. عندك إذن؟ أيوة عندي إذن. فين الإذن؟ أهو. هي دي العبودية. لا تتحرك إلا إذا كان مأذونا لك في الحركة. قال الله عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني خلق هكذا يقول أنا حر؟ كل ما تقول لي مين يقول لك أنا حر؟ يا ابني روح هات الفلوس يقول لك أنا حر. دي مش حرية، ده انفلات، اسمه انفلات وخروج من رسم العبودية. هل نحن فعلا حققنا العبودية كما أرادها الله عز وجل؟ طبعا لا.